450 متر. المستوى الثالث من الجبل الأخضر وهو المستوى الأعلى والذي يبدأ في الارتفاع من منطقة قصر ليبيا إلى يضم البيضة شحات منطقة الأبرق ويرتفع جنوبا، وهذا يبدأ من 610 متر فوق سطح البحر وينتهي عند ارتفاع 875 متر فوق سطح البحر في منطقة سيدي محمد الحمري، وهي أعلى نقطة في مناطق جبل الأخضر وعلى الساحل الليبي بصفة عامة. بعد ذلك يبدأ المستوى في الارتفاع يبدأ في الهبوط حتى أعلى مدينة درنة يصل إلى حوالي 400 ما بين 350 إلى 400 متر حسب المناطق الجبلية التي تروها الآن أمامكم. ماذا حدث عندما وصلت المعلومات الأولية للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية؟ عندما وصلت المعلومات الأولية ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة؟ أولا يوم السبت صباحا عقد اجتماع في القيادة العامة برئاسة السيد القائد العام ومجموعة من القيادات العسكرية ومختصين في هذا الجانب، وانبثق عن هذا الاجتماع البيان رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع وحدات القوات المسلحة واستعدادها لتقديم الخدمة الإنسانية للمواطنين في حال حدوث أي ضريب. بعد ذلك في منتصف الليل السيد القائد العام كذلك تم تشكيل الغرفة هو غرفة عمليات الطوارئ بالاشتراك مع الحكومة الليبية المتفق على البرلمان والأجهزة الأمنية في بنغازي. ساعة تقريبا ما بعد منتصف الليل تقريبا الساعة 1-2 في الليل في نفس الليلة يوم ليلة الأحد عقد اجتماع برئاسة السيد القائد العام لتقييم الموقف من جديد، وخاصة بدأت بوادر العاصفة تصل إلى مدينة سرت وتضرب بعض السواحل الليبية وبدأت حتى في مدينة بنغازي في بعض الحركة في الجو بصفة عامة، رياح خفيفة أمطار خفيفة. حقيقة كان كل تركيزنا في البداية على مدينة بنغازي أنه هو حيضرب مدينة بنغازي أولا وبعد ذلك يذهب نحو الشرق نحو مدينة جبل الأخضر ونحو، وبالتالي احنا كان تركيزنا على بنغازي في البداية. تم رفع درجة الاستعداد لكل وحدات بنغازي العسكرية وكذلك الوحدات الأخرى في مرج وفي البيضة وفي درنة، كل رفع درجة الاستعداد كل الوحدات وكل الإدارات وكل الهيئات. لكن سبحان الله يعني الظاهرة الغريبة نحن في الخريطة الآن الإعصار أو العاصفة اللي دخلت على بنغازي كانت بسرعة حوالي 70 إلى 80 متر في كيلومتر في الساعة. لم يحدث أي ضرر في بنغازي، ظهر بشكل سريع جدا ودخل على منطقة لبيار من هذه النقطة، وعندما جاء منطقة جرس العبيد وبتعزيز منطقة الخروبة هنا أبطأ سرعته بشكل كبير جدا وبدأت هطول الأمطار أمطار غزيرة جدا مع رياح شديدة مع يعني تشكلت رعود وسحب رعدية في البداية وبعد ذلك أمطار غزيرة كبيرة جدا، وكانت ذروتها في منطقة الخروبة في منطقة الخوينات في منطقة هذه المنطقة بالكامل المخيلي. هذه هنا تشكلت برق وبحار من المياه. بعد هذه النقطة بدأت الأمطار في سهل المرج وبدأت الأمطار في على كافة منطقة الجبل الأخضر ولكن بالتدريج يعني كل حسب السرعة البطيئة. يعني تتخيل لما ضرب الزرتس تقريبا كان ما بعد الظهر يوم الأحد، ما تاخنس كان قبل العصر بقليل، ضرب البيارة تقريبا في بعد العصر، ضرب منطقة اسمها الوردية صغيرة مشهورة ببيع العسل، وهذه المنطقة نصفت من فوق الأرض بالكامل الآن غير موجودة. الساعة 8:30 كذا الساعة 3 أو الساعة 3 انفجر السد في درنة. لكن أيها الأخوة اللي بدي أعرفكم على شيء مهم جدا في جبل الأخضر، هذه المنطقة شوفوها أمامكم منطقة زراعية منطقة أثرية سياحية منطقة مزدحمة بالسكان، فيها حوالي 900,000 نسمة تقريبا 900,000 نسمة، هؤلاء مسجلين في البلديات في السجل المدني أو السجلات المدنية في هذه المنطقة حوالي 900,000. لدينا شريحة أخرى وهي شريحة الليبيين المسجلين في بلديات أخرى والذين يقيمون في هذه المنطقة سواء لظروف الحياة سواء جو نازحين كثيرين، وهناك فئة الطلبة للدارسين في الجامعات في هذه المنطقة، ولدينا مجموعة أخرى وهم اللاجئين من طرابلس وبنغازي كانوا في سياحة أو من الجنوب كذلك كانوا في سياحة في منطقة الجبل الأخضر، بالرغم من هذا الرقم قل قليلا باعتبار أن كان يوم الأحد مدارس فهذا الرقم قل قليلا.
كذلك سكان هذه المنطقة في عدد آخر وهو الجاليات العربية والأفريقية المقيمة مقيمين، مثلا الجالية السورية أكثر جالية تقريبا، بعد الفلسطينية، الجالية المصرية، جاليات كثيرة. المكون الآخر وهو مكون العمالة، العمالة سواء العمالة المؤقتة، العمالة الدائمة، العمالة العربية والعمالة الأفريقية، عندنا عمالة من مصر، من السودان، ومن تشاد، هؤلاء بعشرات وقد يكون بمئات الآلاف. يعني نتحدث من ناحية جغرافية السكان على حوالي أكثر من 1,200,000 نسمة يقطنون في هذه المناطق، وهي منطقة مكتظة بالسكان. هذه المنطقة فيها خمس مدن رئيسية، وهي مدينة المرج، بعد ذلك مدينة البيضة، بعد ذلك شحات، سوسة، القبة، ودرة. فيها حوالي من عشر قرى كبيرة، يعني تقترب من توصف بالمدينة. فيها حوالي 10 قرى صغيرة، فيها تجمعات سكانية منتشرة في الأرياف بشكل كبير جدا. هذه المنطقة، هذا الوصف السكاني والوصف الخريطة الطبيعية لهذه المنطقة. هذه المنطقة ضربت بالكامل. هذا الحصار عندما دخل من اتجاه الغرب إلى الشرق يقوم بمسح كل شيء أمامه. طبعا في مناطق تعرضت لسيول، هناك مثلا سجلنا في منطقة البياضة غرق جميع المنازل بالكامل، في منطقة تاكنس كذلك، في منطقة جردس كذلك، في منطقة قندولة حوالي 60 منزل، في منطقة الجيجف حوالي 250 منزل، في كل المناطق صار فيها خسائر. الشيء الآخر لكسر سبب الخسائر بشكل كبير جدا، وهو شيء طبيعي في هذه المنطقة، شيء طبيعي في هذه المنطقة أن كل جبال أو كل الأودية من الجنوب إلى الشمال، كل الأودية، أي وادي في منطقة الجبل الأخضر هو من الجنوب إلى الشمال، يعني يصب من الصحراء ويصب في البحر. كل الطرق الرئيسية أو الطرق الدولية، أو هنا ثلاث طرق رئيسية لدينا، والطرق الفرعية كذلك 90% من الطرق الفرعية يتحرك من الغرب إلى الشرق وبالعكس. الطرق الرئيسية ثلاثة من الغرب إلى الشرق كذلك، يعني الأودية أصبحت قاطع للطريق، نحن نسمي فيها في العلوم العسكرية هذه الأودية قاطعة للجبهة، لا يمكن عبورها ولا يمكن السير فيها إلا بتدابير، وهذه التدابير أصلا موجودة مثل عبارات المياه، الجسور الكبيرة، الجسور الصغيرة، الكباري، كل فيه. نظرا لكثافة الأمطار وغزارة الأمطار كل شيء ذهب إلى البحر، الطرق والكباري والعبارات المياه، قطعت الطريق نهائيا في هذه المناطق. يعني نتحدث على مئات الكيلومترات الآن تحتاج إلى خدمة من جديد. كذلك هذا الأمر شنو أدى إلى انفصال كل منطقة، أصبحت تحتمل على نفسها في الإسعافات، في الإغاثة، في النجدة، ما عادش تواصل الناس، حدثت صدمة، بيوت غمرتها المياه، مئات البيوت أو آلاف البيوت غمرتها المياه، آلاف الناس أصبحوا مش عارفين شو ساير. حجم، لا أعتقد أن لو كان عندنا رصاد جوي مدعوم ماليا بدل ما يدعموا السلاح ويدعموا فلان وعلان، دعموا هذا الرصاد بقوة، لكان عندنا مراكز رصاد، ولكان عندنا نشرة جوية تذاع في الإذاعات بيش نحن نمرر المواطن شنو يدير. هذا المواطن ما عادش عرف حاجة، كلنا بالحقيقة صدمة كبيرة جدا، لأن كل ما عندنا في هذه المنطقة وفي كل أنحاء ليبيا مبني ومعد على حسب معدلات الأمطار الطبيعية السنوية اللي في ليبيا، وخاصة في السنوات الأخيرة بدأت الأمطار تقل بشكل كبير جدا. كل شيء معد على حسب ظروفنا الجوية، على حسب جغرافيتنا، على حسب متطلبات الدولة الليبية. ولكن ما حدث يا أخوة راهو شيء غريب، يعني لا نريد أن أتحدث كثيرا لأن مقاطع الفيديو ومقاطع والصور تثبت ذلك. يعني الناس اللي عايشة عمرهم ما شافوا هذا الشيء، وهذا أول مرة في تاريخ ليبيا مثل هكذا كارثة. قطعة الطريق، قطعة الاتصالات، أصبحت كل الناس، كل منطقة معزولة عن الآخر. نحن هنا في القيادة العامة فقدنا الاتصال ببعض العسكريين تماما، أما دخلوا المناطق وانقطعت خلفهم الطرق، والتقنية لا تعمل، الكهرباء انتهى، الأجهزة اللاسلكية انتهت، كل شيء انتهى، سبحان الله، كأن في موجة مغناطيسية نزلت مع هذه الأمطار. فقدنا في اليوم الأول 13 جنود، وجدنا 3، 2 متوفين،
واحد كان حي. بعد ذلك بدأ يزيد عدد الجنود الذين يقومون بالإنقاذ، وخاصة عندما ذهبنا إلى مدينة درنة. كل المدن تعرضت إلى خسائر. نذهب إلى الخريطة مجددا، نذهب إلى الخريطة مجددا، لأنه مهم جدا أن نعرف شنو الدول المناطق اللي تعرضت لخسائر أكثر. الطريق منطقة جرتس، طبعا هذه منطقة مبنية في منخفض دائما تتعرض، ولكن هذه المرة تعرضت إلى دمار كبير جدا. تاكنس تعرضت لدمار كامل، هذا السهل المارج بالكامل حتى منطقة بطة تعرض إلى دمار كامل، والمياه اللي بذات موجودة الآن. منطقة البياضة دمار شبه كامل، كل البيوت غمرت المياه. مدبر زيتون كذلك، هناك عائلات مفقودة، هناك عائلات تم إنقاذها. مراوة تعرضت إلى غرق المنازل. جندولة أكثر منطقة هنا تعرضت إلى غرق المنازل، جندولة. هنا بعد قصر ليبيا، قصر ليبيا الظروف تمام. منطقة الوردية، هذه المنطقة اللي بيحكي عليها شوي، لأنها نصفت من فوق الأرض، الآن لا توجد منطقة على الإطلاق. أكثر من 29 شهيد في هذه المنطقة، نساء وأطفال ورجال في هذه المنطقة. نتقدم لهم بحارة تعازي، ونعزي نفسي ونعزي كل الليبيين فيهم. بعد مدينة الدولة تعرضت لضربة قوية جدا، شوارع انهارت، مستشفى خرج الخدمة، الناس ارتبكت. حقيقة أصبحت الأمور هنا صعبة جدا. في شحات تعرضت إلى عاصفة جدا، أمطار غزيرة، تسبب في قطع الطريق مع سوسة. وسوسة تعرضت لسيول من مرتفع عالي. لما نقول سوسة على سطح البحر، أول ارتفاع من سوسة اللي هو 205 متر تقريبا، هذه في بزاوية تقريبا أكثر من 45 درجة، انخفاض الجبال نحو سوسة سبب في كارثة كبيرة جدا. كذلك الحمام، الحنية، هذه المنطقة بالكامل راهو أصبحت منطقة الآن تحتاج إلى إعادة نظر وترميم، حتى الترميم النفسي تحتاج إلى هذه المنطقة بالكامل. نذهب إلى درنة، ماذا حدث في درنة؟ درنة أيها الأخوة مدينة تقع بين بحر وجبل في شريط ساحلي ضيق جدا. درنة غربية ودرنة شرقية طبعا مقسومة بهذا الوادي الذي انحل وسبب هذه الكارثة. أولا، السدود التي موجودة في درنة هي سدود تراكمية. ما معنى كلمة سدود تراكمية؟ هي سدود مبنية بالحجارة والطين، يعني تعتمد على الثقل الذاتي لهذه السدود. كذلك سنذهب بعد قليل للخريطة. كذلك هذه السدود راهو السد الأول 13 كيلو متر على درنة، السد الثاني كيلو متر واحد على درنة، وأقل من كيلو متر واحد، لأن المدينة وصلت في السد. ننتظر قليلا. هذا السد الأول، السد الأول 13 كيلو متر من درنة. في هنا أودية حوالي 200 أكثر من 250 كيلو متر مربع، هذه كلها تعتبر مستنقع مياه في هذه المنطقة، وهذه كلها تؤدي إلى هذا الوادي. كذلك في أودية أخرى تذهب تصرف المياه حول هذا الوادي. شفت الأودية؟ هذه كل أودية وشعب تغذي في الوادي. هنا نشوف نجرب شوية السد. السد هنا، انتبه هنا، السد هذا وسائل الأمان اللي فيه هو وسيلة وحدة، هو هذا هذه الفوهة هم يسموا فيها أهل دارنا بالمحقل. عندما المياه تصل إلى المستوى يتم تسريبها من خلال هذه الفوهة. الآن ننزل مع الوادي، هذه المزارع كلها انتهت، هذه كلها تم دمرت بالكامل. ننزل مع الوادي، شوف نسبة الانحدار تقريبا 45 درجة. نسبة ارتفاع هذه المنطقة أو السد الأول عن مدينة أو مستنقع المياه، بحيرة المياه التي تشكل فوق عن مدينة درنة صفر على 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 مستوى سطح البحر، والمنطقة العلوية كانت 400 تقريبا وخمسة متر عن سطح البحر. ارتفاع عالي مع انخفاض 45 درجة. عندما انفجر السد الأول، المياه ذهبت للسد الثاني وانفجرت وحدث ما حدث في هذه المنطقة بالكامل. إذا درنة اليوم أصبحت اثنين، ولكن ليبيا أصبحت وحدة واحدة. أيها الأخوة، هذا ما حدث بالتحديد. النتائج أمامكم. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، شيء لا يعرفه الليبيون، لم يسبق لنا في التاريخ سجلنا مثل هذه الحادثة. لا توجد لنا خبرة أصلا في التعامل مع الكوارث الطبيعية بعد زلزال المرج في 1963، هذه هي الثانية الآن. أتمنى أن تذهب الأمور في ليبيا نحو الاستقرار، حتى تتمكن كل مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها ومراجعة كذلك من مراجع التكليفات في المسؤولية، لأن الجسور التراكمية هذه تحتاج، شوف هذا جسر، شوف هذا جسر، شوف وسيلة التأمين بتاعها، هذه فقط وسيلة التأمين،
لا تجد أي تأمين آخر. هذه التأمين لما المياه تصل لهذا المستوى، هذه القمع هو الذي يسرب المياه حول الوادي. هذا القمع لا يستوعب كميات الأمطار اللي نزلت ونزلت من فوق، كميات أمطار غزيرة. لما تحدث على 400 ملي متر في درنا في خلال 24 ساعة في منطقة الجبل، هذه كنا نحن في سنوات نجمع فيها هذه الكمية، وانفجرت السدود بهذه الطريقة. حقيقة من ناحية مش عارف، أنا هنا أود أن أسأل المختصين في السدود أولا، هل يجوز قيام سدود على مداخل المدن؟ يعني إحنا زي ما نخزن أو نصنع أو ننشي مخازن قنابل وذخيرة داخل المدن، تنفجر تنتحى هذه المدن. نفس الفكرة، هذا انفجرت دخلت المياه إلى درنا بقوة كبيرة جدا. ولكن حقيقة أنا هنا أود أن أشكر وأحيي رجال القوات المسلحة العربية الليبية على كافة المستويات، جنودنا الأبطال الذين بذلوا جهود عالية جدا. فقدنا أكثر من 80 ضابط وضابط صف وجندي في مدينة درنة، ومع ذلك استمروا في العمل وهيئوا الظروف المناسبة لدخول فرق الإغاثة أو فرق النجدة التي جاءت من سواء من غرب ليبيا أو جنوب ليبيا، أو جاءت من دول الشقيقة العربية أو جاءت من الدول الأخرى. فأنا أحيي جنودنا الذين تمكنوا من امتصاص الصدمة الأولى لهذا الحدث. يعني في ناس الآن تتحدث، عندما كانت الصدمة الأولى كانوا جنودنا في الميدان، وجنودنا قاموا بتحذير السكان قبل العملية بساعات، ولكن نحن لدينا مقاطع فيديو تثبت ذلك وتثبت تعليقات السلبيين الذين قد يكونوا شاركوا في هذه الكارثة، الذين كانوا يحرضون السكان على عدم الاستماع لنداءات القوات المسلحة وغرفة الطوارئ. ولكن ما حدث الآن حدث، هذه مصيبة كل الليبيين، هذه مصيبة قومية وطنية. نشكر هنا حقيقة وبكل فخر أن الليبيين تمكنوا من خلال هذه الكارثة أن يصدروا صورة ليبيا أو الليبيين الحقيقيين للعالم الآخر. الآن العالم عرف أن ليبيا جسد واحد، داخليا ممكن يصير مشاكل، ممكن يصير تنافر، ممكن يصير كذا، لكن عندما ينجرح أحد أعضاء هذا الجسد كل الأعضاء الأخرى تنادت بقوة، بقوة من أقصى الغرب أقصى الجنوب إلى مدينة منطقة الجبل الأخضر، وكانوا خير سند لأهلهم وناسهم في منطقة الجبل الأخضر، وكانوا خير يد وأطيب يد امتدت هذه اليد، سواء من عسكريين اللي جاءوا من المنطقة الغربية، سواء من مدنيين، سواء من مؤسسات، سواء من أفراد اللي جاءوا من كيفهم، سواء من العائلات اللي استحقت، سواء من اللي اتصل. والآن لحد الآن يعني بلغت الآن طريقة سرت تجدابية بنغازي تبرق، هذه الطريقة الآن تعج بأرتال القوافل. راه في تضامن، في تضامن كبير جدا، هذا التضامن يجب أن يستثمر من أجل كرامة وحرية واستقلال هذه الدولة. وأنا أحيي كل الليبيين ونرحب بكل الليبيين اللي جو وشاركوا في هذه العملية. ترحيب كبير بالمجلات الدول العربية الصديقة والدول الأخرى، الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي لحد هذه اللحظة قوافل الإمداد تصل إلى مطاراتنا وإلى منافذنا الرئيسية لتقديم الدعم اللازم بالفرق الفنية متخصصة بالبحث والإنقاذ، فرق حقيقة الجيش المصري ومصر كانت سباقة طبعا قريبة منا، كذلك القوة في الجيش المصري الحمد لله متوفرة، الإرادة القومية متوفرة، فكان رد الفعل سريعة جدا، وبعد ذلك لحقت بها بقية الدول، الإمارات والأردن الجزائر، نحييهم حقيقة جهودهم كبيرة جدا، تونس بكل ما يملكون طواقم طبية وطواقم إنقاذ، الأردن كذلك، الآن السعودية بدأت كل حتى قطر الآن وصلت إلينا، كذلك تركيا، كل شيء تلاشى، كل شيء انتهى أمام العمل الإنساني العربي الموحد وأمام العرب الإنساني على مستوى الدول. حقيقة نحن نحيي كل من قام بدعمنا، القوات المسلحة الآن تنسق في جميع الأعمال على الأرض. هناك كل ساعة تقريبا أو ساعتين طائرة تهبط من الإمارات العربية المتحدة تحمل في كل شيء من غذاء من مواد، لا أستطيع أن أصف كل الدول، لكن والله حتى الأندية في أوروبا وفي الدول الأندية العربية الأندية الرياضية
قامت بتعازيها ووضعت الإشارة الحزن على شعاراتها تضامنا مع الشعب الليبي. فهذه حدثا الشعب الليبي الآن اللي صار لحدث حدث الآن الصبر التنسيق توزيع الجهود ما بين المناطق. الآن مناطق كثيرة تعرضت لهذه الكارثة. أتمنى من الجميع أن يوفقوا إلى طاعة الله وأن يصبروا ويصابروا. وهذه المرحلة لا يمكن مشيها إلا بالصبر والتكاثف. ونحن في القيادة العامة كل إمكانياتنا وكل قدراتنا. سيد القائد العام شخصيا يشرف يوميا تقارير على مدار الساعة يشرف على كل شيء. في تقريبا في منطقة مرطوبة في عند أخوت كم العبدات على الجازية حيكون هناك صراطق كبير جدا لاستقبال التعازي من كل مناطق ليبيا ليكون العزاء واحد في مكان واحد وهو عزاء تضامني أكثر لامتصاص الحزن والزعل اللي عند الناس. في النهاية أشكركم كل لدينا كثير تم إلغاء كثير نظرا للوقت ولكن أشكركم وأحييكم ونحن موجودين على مدار الساعة ناس في القناة الفضائية التي لن نتمكن من الدخول معها نظرا لضيق كثرة الازدحام اللقاءات ولكن سنرضي الجميع بإذن الله تعالى. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.